بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. دلوقتي دي فيديوهات الريبير، ان شاء الله نتكلم فيها عن مادة الريبير طبعا مع دكتور عماد مرعي وبشمهندس عبد الرحمن صبحي، وبيقدمها لكم دلوقتي عمر ميهوب. طيب ايه هي المادة وايه الكلام فيها والدنيا بتاعتها من اولها لاخرها؟ والمادة عبارة عن اصلاح المنشآت الخرسانية باستخدام الوسائل المتاحة كلها، يعني بنحدد نوع الشرخ سواء كان شرخ إنشائي أو شرخ غير إنشائي، تقدر تحدده بناء على عدة حاجات كنا خدناها قبل كده في الجزء النظري من المادة. طبعا المادة فيها جزء نظري وجزء تطبيق أو حسابات كديزاين، شغل ديزاين قريب جدا من ديزاين الخرسانة والشغل العادي بتاعنا. الأناليسيز، بتعمل أناليسيز للقطاع وتقدر تعرف إذا كان هيقدر يشيل الحمل اللي عندك الجديد أو مش هيقدر. طب لو مش هيقدر، طب هبتدي أحل الموضوع إزاي؟ أكبر القطاع، ايه الوسائل اللي انا المتاحه ليا؟ احط قطاع ستيل جنبه، في حاجه اسمها الفايبر، الكربون فايبر، احطها عشان خاطر تدعم العنصر ده. في وسائل كتيره ان احنا نقدر ندعم بيها المنشآت الخرسانيه. بس الاول كان في جزء نظري كنا درسناه قبل الميد تيرم، والكلام ده كانت باشمهندسه اسراء مشكوره كانت منزله فايل فيه الملخص، يعني الكلام ده اللي خدناه كله قبل الميد ترم الجزء النظري. فانا هكمل معاكم دلوقتي في الجزء المسائل والكلام ده، الجزء اللي بعد الميد ترم، فهنبتدي نشوف المسائل دي ازاي بتتحل او ايه التفكير فيها بيكون ازاي. كل اللي احنا عملناه ان احنا قبل الميد ترم اخدنا، عرفنا انواع الشروخ، عرفنا ازاي نقدر نحددها، عرفنا بعض انواع المعالجه، ولكن ما عرفناش كحل او كاناليسز او شغل ديزاين وارقام. كان كل الكلام كان كلام نظري. فدلوقتي باذن الله هنتعرض للمسائل وازاي تقدر تحدد القطاع ده هيبقى سيف ولا ان سيف، طب انا محتاج اسيفه ازاي، والكلام بتاعنا كله. زي ما قلنا الماده مع دكتور عماد مرعي وباشمهندس عبد الرحمن صبحي. دلوقتي من اول الحاجات اللي اخدناها بعد الميد تيرم هو ان انت ازاي تعمل او تجيب الاستريس او ترسم الاستريس اللي مكون على القطاع لو كان القطاع ده كومبوزيت سيكشن. طبعا انا هتكلم دلوقتي عن اول مساله موجوده معانا اكزامبل 7.2. طبعا ما كانتش هي دي اول مساله اخدناها بعد الميد تيرم، بس يعني هتصرف وهنجيب كله باذن الله. بس دي مساله كده من اولها لاخرها هتكلم فيها دلوقتي، والدنيا ما فيهاش حاجه صعبه خالص باذن الله، الدنيا كويسه جدا. طيب هو كل الحكايه ان انت ده عندك كومبوزيت سيكشن. كومبوزيت سيكشن يعني سيكشن في مكون من اتنين ماتيريال، يعني مثلا في سكاشن بتبقى خرسانه اصلا وتحتها قطاع ستيل اي بيم مثلا او بليتا ستيل او ايا كان، فبيكون التصرف بتاعها مختلف شويه عن القطاع الواحد او القطاع الهوموجينيس، خرسانه بس او ستيل بس او تيمبر اللي هو خشب بس لوحده ما فيهوش حاجه معاه. لا بس القطاع بتاعنا ده بقى تصرفه مختلف شويه. طيب هنحتاج ايه؟ هنحتاج بعض الحاجات من السوليد ميكانكس بسيطه مش صعبه، يعني او الدنيا مش صعبه خالص. فمحتاج بس ان انت تعرف ان مثلا المومنت لما تيجي تجيب الاستريسز نتيجه المومنت، تبقى عارف ان الاستريس نتيجه المومنت بيكون ام في واي على اي. طب مين الام ومين الواي ومين الاي؟ الام المومنت المعرض ليها القطاع، الواي هو المسافه من النيوترال اكسس لغايه الحته لو الجزء اللي انت بتحسب عنده الاستريس. دي الام ودي الواي. طب بالنسبه للاي، الاي اللي هي الانيرشيا بتاعه القطاع بتاعك. طيب طيب انا محتاج ابتدي اعمل الكلام ده، محتاج احسب الاستريسز اللي واقعه نتيجه مومنت عباره عن 4 طن في المتر، اهو مكتوب هنا 4 طن متر، وقع على سيكشن هو تيمبر، السيكشن بتاعنا تيمبر وفي تحت بليتا ستيل. طيب هو طبعا المساله دي هي المفروض راجعه ان انت تكون عارف المساله اللي قبلها، يعني هو المفروض الاكزامبلز مترتبه على بعضها، فهو هنا مش مديك جيفنز كفايه، بس انا هوضح لك الدنيا اكتر لو انت لو في حاجه مش واضحه. طيب هنبتدي نشوف. طبعا الكتاب لو حد يعرف يجيب الكتاب نفسه كبي دي اف يبقى جزاه الله كل خير، وان شاء الله الفيديوهات هكمل
على الكتاب نفسه، انما انا دي ده الورق بتاع اللي الدكتور منزله وانا واخده مصوره يعني بالموبايل وحاطه مجمعه في PDF بالمنظر اللي قدامكم ده، فممكن يكون التصوير مش كويس قوي او في اي مشكله. يا ريت لو حد وصل للكتاب PDF يا ريت يبقى ايه يبعته لنا، يبعته لي على الفيس او يحطه على الجروب او اي مكان بحيث نقدر نوصل له ونشتغل منه. طيب دلوقتي خلاص زي ما اتفقنا القطاع بتاعنا ده عباره عن تمبر او خشب وتحته بلده ستيل، دي مش 2 سم، لو حد معاه الورق هي مكتوب 2 سم او معاه الكتاب مكتوبه 2 سم، 2 سم دي غلط، هي المفروض 1.2 وهتعرفوا كويس دلوقتي قدام في الحل، هي 1.2 مش مظبوطه ال 2 سم دي. تمام. طيب انا عايز احل القطاع ده، فانا احله ازاي؟ الاول احول حاجه للتانيه، يا اما احول التمبر للستيل احوله اخلي كان القطاع كله ستيل، يا اما احول الستيل كانه تمبر او الستيل كانه خشب. فهنا في المساله بتاعتنا حول التمبر ده كانه ستيل، عمل ايه؟ كل الحكايه ان التمبر ليه مودلس اوف الاستيستي معين والستيل ليه مودلس اوف الاستيستي. الستيل مودلس اوف الاستيستي بتاعت الستيل او اللي هو عباره عن المودلس اوف الاستيستي اللي هو الاستريس على السترين. طيب الاستريس على السترين بتاع الستيل قيمته 2100 طن غالبا، طن على المتر او كده يعني. طيب بالنسبة للتمبر مختلف عنه، طب النسبة ما بين دي ودي ما بين التمبر والستيل كام؟ 30. لو جيت تقسم المودلس اوف الاستيستي بتاع الستيل على التمبر هتلاقي القيمة 30. طيب فانت لو قسمت، انت عايز دلوقتي تحول التمبر ده كأنه ستيل، فهتمسك ال 10 سم دي عرض التمبر تقسمه على ال 30 هيطلع لك 0.33، فده كده كأنه ده كده السكشن الستيل او السكشن التمبر كانك حولته ستيل، فالعرض بتاعه هيبقى 0.33 وارتفاعه زي ما هو كده، فهو ده كده ايه كانك حولته لستيل وتقدر تشتغل عليه. طيب الشكل ده كده السنترويد بتاعه فين بقى؟ نرجع للسوليد ميكانكس، عايز تجيب السنترويد بتاعه. طب انا عايز اجيب السنترويد بتاعه ليه؟ عشان زي ما اتفقنا احنا عايزين نحسب ستريسز، يبقى هنتعرض للايكويشن اللي بتقول لك ام في واي على اي. طب الواي دي هحسبها من مسافه من فين لفين؟ زي ما قلت في اول الفيديو مسافه من النيوترال اكسس او السي جي بتاع الشكل بتاعك لغايه النقطه اللي انت بتحسب عندها الاستريس. طيب السي جي اصلا ما انا ما اعرفوش. ليه ما اعرفوش؟ ما هو لو كان شكل سيمتريك فالسي جي بتاعه في النص، انما هو لو شكل ان سيمتريك او شكل غير منتظم او ايا كان كان شكله عامل ازاي، فلو رجعت للسوليد ميكانكس هتعرف ازاي تحسب الموضوع ده. موضوع بسيط جدا مش مستاهل فهنقوله بسرعه. كل الحكايه بتجيب الاريا بتاعت الاشكال اللي عندك، يعني مثلا ده عندك شكل شبه التي كده مقلوبه، تي مقلوبه. طب التي المقلوبه دي انا عايز اجيب اعرف فين السي جي بتاعها، فابتدي افصصها الاشكال اعرف اتعامل معاها. يعني مثلا المستطيل اللي واقف ده اللي هو ارتفاعه هيبقى 20 سنتي والعرض بتاعه 0.33، المستطيل ده لو جبت الاريا بتاعته وضربته في المكان من السنترويد بتاعه لغايه الديتم، طب الديتم بتاعي فين؟ انا دايما بحدد او عموما يعني انت بتفرض الديتم بمزاجك في اي مكان عادي مفيش مشكله، بس بيفضل او احنا دايما شغالين على ان الديتم هو اقل مسافه تحت، اوطى مسافه تحت. تمام. فهنا الديتم بتاعنا هو قاع الستيل او اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه بالماوس ده. تمام. فانا هضرب الاريا بتاعه المستطيل ده في المسافه من السي جي بتاعه لغايه الديتم، فكده الاريا بتاعته تبقى عباره عن 20 في 0.33 مضروبه في الجزء لغايه من اول ستروب بتاعه لغايه هنا 10 زائد 1.2 يبقى كام؟ يبقى 11.2. لو نزلت هتلاقي عمل كده 20 في 0.33 في 11.2، ونفس الكلام هيعمله مع مين؟ هيعمله مع المستطيل الثاني اللي هو الستيل ده. فهقول الاريا بتاعته هتبقى عباره عن 10 في 1.2، عايز اضربها في المسافه فالمسافه تكون 0.6 اللي هي كام؟ اللي هي نص المسافة لغاية ما توصل للديتم بتاعك، فهتبقى 0.6 كده. تبقى انت ايه عرفت تجيب العزوم او العزم بتاع كل اريا مضروبة في ايه في المسافة. كويس. دلوقتي انا عايز كده تمام، ده اساويه بايه؟ اساويه بالريزلتنت. طب الريزلتنت اللي هو ايه؟ اللي هو الاريا بتاعت الشكل ده ككل، الاريا بتاعت الشكل ده ككل مضروب في المسافة من السنترويد بتاع الشكل ده ككل لغاية الديتم. تمام. يعني الجزء اللي انا اتكلمت عليه في الاول اساويه بمين؟ اساويه بالاريا ككل مضروبه في
الواي سي، ودي الحاجه المجهوله اللي هو المسافه من الديتم لغايه السي جي. وساعتها هيبقى عندي المجهول الوحيد الواي سي، واقدر ساعتها اجيبها. طبعا اهو دي الاريات بتاعت الشكل ككل مضروبه في الواي سي. تقدر تطلع لنا الموضوع ده، الموضوع بسيط جدا على فكره، لو رجعت سوليد ميكانكس او ركزت كده في الكلام هتلاقي اتفه ما يكون. ماشي، قدرت تجيب الواي سي وكده الترم الاولاني من التيرمز بتاعت الاستريسز موجوده معاك، زي ما قلنا الام في واي على اي، فانت كده عرفت تحدد السنترويد بتاع الشكل. تقدر تجيب اي واي انت عايز تشتغل عليها، يعني انت عايز تعرف الاستريس فين، عايز تعرف الاستريس عند التوب كده فوق خالص، فخلاص يبقى هتشوف انت عند التوب ده المسافه بين التوب لغايه السي جي قد ايه، ودي الواي بتاعتك، والمومنت جاهزه. ما هو مديك المومنت بيقول لك 4 طن في متر. طيب لو عايز مثلا الاستريس في اي نقطه اقدر ايه احسبها بنفس الاسلوب كده، خلاص انا معايا المومنت ومعانا الواي. طب الاي الانيرشيا بتاعت القطاع ده بتتحسب ازاي؟ الانيرشيا يا باشمهندس بكل بساطه برضو بتبقى عباره عن الانيرشيا بتاعت المستطيل اللي فوق ده، هتجيب له الانيرشيا بتاعته اللي هي البي في التي تكعيب على ال 12. ايه ده؟ طب ما هو الموضوع مش مستطيل لوحده، ده في مستطيلين. خلاص جبت الانيرشيا بتاعت ده زي الفل، جيب الانيرشيا بتاعت الثاني 10 في 1.2 باور 3 على ال 12، برضه لغايه دلوقتي مفيش مشكله. بس ايه بقى الترم الزياده اللي هنا واللي هنا؟ لان في عندك يا باشمهندس نقل محاور. ليه نقل محاور؟ لان السي جي بتاع القطاع ككل مختلف عن السي جي بتاع كل مستطيل لوحده، فانت هتضطر تنقل المحور. طب حته نقل المحاور دي انا مش فاكرها كانت بتتعمل ازاي؟ اقول لك دلوقتي. بتقول الاريا بتاعت المستطيل بتاعك تضربها في المسافه من السي جي بتاع الاريا نفسها والسي جي بتاع الشكل ككل، بس تربعها، يعني تربع المسافه دي، تخلي المسافه دي سكوير. يعني دي عباره عن اريا المستطيل وضربتها في المسافه ما بين السي جي بتاع الشكل ككل والسي جي بتاع المستطيل سكوير. تمام، نفس الكلام عملته مع المستطيل الثاني، قدرت اجيب الانيرشيا او الاي اكس تساوي 700 سنتيمتر بار 4. ساعتها اقدر اقول انا لو عايز اجيب الاستريس ات توب اوف بيم، اقدر اقول السيجما بتاعت التمبر بتساوي، او السيجما بتاعت التمبر هيبقى 4 في 10 باور 5. كل الحكايه دي الاربعه دي هي المومنت، ضربتها في 10 باور 5 دي تحويله، مجرد تحويله لان هي كانت طن متر، انا حولتها لكيلو جرام سنتيمتر، فضربت في 10 باور 5. وضربت في الواي بتاعتي لان انا عند التوب فانا اعلى نقطه، فهمسك من السي جي بتاع الشكل لغايه فوق خالص. تمام، فهلاقي ان هي 16.84، هقسمها على الاي اكس فهيطلع لي قيمه معينه بكيلو جرام على سنتيمتر سكوير. بس الكلام ده، الكلام ده مظبوط وزي الفل، بس الكلام ده لو كان قطاع ستيل، بس قطاع مش ستيل، الجزء اللي حاصل فيه الاستريس ده ده تمبر، ما هو التوب ده تمبر، الجزء العلوي ده ده تمبر، ده خشب، فالاستريس هنا مش هو اللي انا جبته. يبقى انا مضطر اقسمه على ايه؟ مضطر اقسمه على نتيجه او اللي هو الريشيو ما بين المودرس اوف الاسيستي بتاع الستيل والمودرس اوف الاسيستي بتاع التمبر. فانا مضطر اقسمه على 30 اللي هي الايه؟ مودرس الفرق في المودرس اوف الاسيستي. فكده لقيت ان الاستريس هيكون 320. حتى لو انت بقى ساعات ممكن تتلخبط وتقول طب انا هضرب ولا هقسم ولا، طبعا هي يعني حتى بديهيا الريشيو دي عادي جيبها زي ما انت عايز، عايز تقسم الستيل على التمبر او التمبر على الستيل مفيش مشكله، بس المهم تكمل صح. طيب بديهيا جدا ان الاستريس على الخشب هيكون اقل من الاستريس، او الاستريس اللي هيقدر يشيله او اللي هيوصل للخشب اقل من اللي هيوصل للستيل. طب لو خرسانه موجوده يبقى اللي هيوصل للخرسانه اقل من اللي هيوصل للستيل، يعني الستيل هيبقى اعلى حاجه فيهم. وانت شغال عشان تبقى عارف ان انت صح وتتاكد من ان انت ماشي خطوات مظبوطه، تشوف كده الاستريس اللي طلع على الخشب قد ايه بالنسبه للستيل بالنسبه للخرسانه كده، فهتلاقي الدنيا معاك مظبوطه باذن الله. بيقول لك اد بوتوم اوف بيم، عايز تجيب برضو الاستريس عند البوتوم اوف بيم، هو كده يبقى استريس على ستيل. تمام، استريس ستيل لان في البوتوم هو انت حاطط بليته ستيل، عايز تجيب عندها الاستريس. نفس الكلام ما عملتش حاجه جديده، عوضت برضو في قانون ايه؟ في قانون الام في واي على اي. الواي هنا اختلفت، الواي هنا من اول السي جي بتاع الشكل لغايه تحت، تمام، ما احنا قلنا عند المكان اللي انا بحسب فيه بعمل وبقسم على الانيرشيا عادي جدا، وطلعت معايا برقم. هل الرقم ده هو اللي انا هاخده؟ هو اللي انا هاخده. ليه؟ لان هي فعلا ستيل، انت كده فعلا الاستريس عندك على ستيل فعلا. تمام، طيب اد ذا ستيل تمبر انترفيس،
عند التقاطع ما بين الخرس، ما بين التمبر، ما بين الخشب وما بين الستيل، هبتدي برضو اشوف الاستريس الموجود. فاقول الاستريس بيساوي 4 في 10 باور 5 اللي هي المومنت ضربتها في الواي. طب الواي هنا ليه 3.16؟ لان كل الحكايه ان انا من السي جي ونزلت لغايه مكان التقاطع ما بين الستيل والتمبر او الستيل والخشب، فهلاقي ان المسافه دي 3.16، دي حساب عادي ما فيهاش مشكله خالص. يعني هتقسم على 700 اللي هي الانيرشيا، تقدر تجيب القيمه قيمه الاستريس. ده كده الاستريس، بس ده اللي قدر الاستريس اللي وقع على مين؟ على الستيل. طب بالنسبه للتمبر اقسم على 30، فهلاقي دايما في اي نقطه ما بين سيكشنين، ما بين يعني التو ماتيريالز، لازم هلاقي فيه اختلاف اجهادات. يعني بالمنظر ده انت لو جيت ترسم هو ده اللي كان مطلوب اصلا في المساله بتاعتنا هنا، وبرده مطلوب في الاساينمنت اللي هيذاكر عشان خاطر الاساينمنت او هيذاكر عشان خاطر الامتحان، فهو ده يبقى ده سؤال او ده حاجه مطلوبه، يعني ان انت ترسم الاستريسز اللي وقع على القطاع نتيجه المومنت. فانت كده تقدر ترسم الاستريسز. طبعا في الطب خالص هتلاقي قيمة واحدة او اللي هي 320 زي ما حسبناها، وهتلاقي تحت خالص القيمة برضو اللي احنا حسبناها. هتلاقي بس عند اختلاف الماتيريالز هتلاقي في اختلاف استريسز، ودي حاجة لازم تكون موجودة. طب انا وانا برسم شكل الاستريسز ده، استريسز ديستريبيوشن، هقدر ارسمه ازاي؟ هقول لك تقدر ترسمه بان انت دايما بتختار اعلى نقطة واقل نقطة واوطى نقطة، وتختار عند اي تقاطع وتبتدي تحسب اي انترفيس. يعني ممكن مثلا يبقى في كذا ماتيريال، يعني مثلا في الاساينمنت في بليتا ستيل فوق، بليتا ستيل تحت، وفي النص تمبر، يبقى انت كده مضطر تحسب كام مره، مره فوق خالص، مره تحت خالص، ومرتين عند ايه التقاطعات دي. تمام. طيب رسمه الاستريس، هو لازم مثلا يبقى يمين وشمال طبعا لازم يكون في اختلاف، لان هنا فوق ده، في الجزء اللي فوق ده معرض لكمبريشن، والجزء اللي تحت ده معرض لتنشن، ما ينفعش ترسم لي الاثنين على نفس الجنب طبعا، يعني كلام بديهي جدا. وبعد وتوضح لي برده النيوترال اكسس على اللوحه، وتوضح او في الرسم بتاعك يعني توضح له ان عندها طبعا الاستريس بزيرو. ودي كده مساله من المسائل، وانا باذن الله هعمل فيديوهات قصيره عباره عن مساله واحده في كل فيديو عشان خاطر ما اطولش على عليكم، عشان خاطر يعني الموضوع ما يبقاش غلس معايا. هعيد تاني اللي قلناه، كل الموضوع في ان انت ترسم الاستريس اللي موجود على قطاع في تو ماتيريالز. اول حاجه بتحول ماتيريال للثانيه، يعني بتحول التمبر لستيل او الستيل لتمبر، مش هتفرق، مش مشكله، المهم تحول صح. بتقسم المودرس اوف الاسيستي بتاع مثلا الستيل على المودرس اوف الاسيستي بتاع التمبر، وكده طلع لك رقم 30. هو هنا مثلا ما وضحش الحكايه دي لان هو بيقول لك ارجع للمساله اللي قبلها، بس هو يعني مش معايا المساله اللي قبلها. تمام. المهم هو ب 30 الريشيو ما بين التمبر والستيل، فهي 30. فكده احنا قدرنا نحول التمبر لستيل. تمام. بعد كده انا اقدر محتاج عشان خاطر احسب ستريسز، فاحنا اتفقنا الايكويشن الوحيده اللي بنستخدمها هي ام في واي على اي. طيب الام المومنت هو مديها لنا جيفن. طب الواي، الواي انا مضطر احسب السي جي بتاع او النيوترال اكسس بتاع الشكل بتاعي، اقدر احسبه بحاجات بتاعت سوليد ميكانكس، والمعادله وضحناها ووضحنا كل رقم من دول جه منين. بعد كده انا محتاج احسب الانيرشيا، الانيرشيا برضو اقدر احسبها بكل سهوله ان انا اقسمهم مستطيلات او دوائر، او طبعا مش دوائر بس ايا كان الاشكال اللي اقدر اجيب الانيرشيا بتاعتها. وبعد كده اعمل ايه؟ انسبها للشكل ازاي؟ اضرب في الاريا، والاريا دي اضربها في المسافه سكوير، الكلام ده اتكلمت فيه بالتفصيل في الاول. كده انت معاك الام ومعاك الواي ومعاك الاي، اقدر احسب الاستريس عند اي نقطه انا احبها. طب انا هحتاج احسب عند انهي نقاط لازم احسب عندهم؟ عند التوب وعند البوتوم وعند اي تقاطعات. طيب ممكن مثلا نقطه مختلفه، ممكن نقطه ثانيه. طبعا لو في الامتحان طلب منك او في اي وقت او اي سؤال طلب منك هات لي الاستريس عند النقطه الفلانيه، فساعتها انت مضطر تحسب الاستريس عندها. يعني كلام يعني عشان بس دايما يعني في معظم الاحيان بيحصل في الامتحانات ممكن يجي حاجه مختلفه او شكل الموضوع، فما حصلش ان الناس تتخض ولا الدنيا تبقى ما فيش اي حاجه ان شاء الله. يعني طالما عرفت الكلام الموجود معاك قدامك ده في البي دي اف اللي الدكتور كان منزله، فخلاص الدنيا ان شاء الله مش هيبقى فيها مشاكل. يعني الواحد يبتدي ايه يشغل بس دماغه سنه بسيطه والدنيا تبقى ايه كلها 100 100 باذن الله. دي كانت اول مساله معانا، وان شاء الله يعني كل المسائل الجايه هتتعمل بنفس الشكل باذن الله في فيديوهات قصيره كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.